guys, welcome to my channel. Let's learn English together. أنا سأريكم أعزائي في قناتي نتعلم الإنجليزية معا. اليوم إن شاء الله فيديو جديد ودرس جديد في اللغة الإنجليزية. قبل أن أبدأ أعزائي لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمي باللايك ليصلكم كل جديد. لنبدأ. إذا درسنا اليوم إن شاء الله سيكون عبارة عن درس شامل في اللغة الإنجليزية. سنتحدث فيه عن أهم العبارات التي يجب أن نتعلمها لنتمكن من اللغة الإنجليزية. أو أهم العبارات الشائعة في اللغة الإنجليزية. Let's start. لدينا هاي، وهي عندما أقول هاي مباشرة سيأتي في ذهن هذا الشخص المتعلم مرحبا. أحسنتم، هاي معناها مرحبا، أو نقول بصيغة أخرى نقول hello. hello. هاي هي كلمة عفوية أو مباشرة، عندما تلتقي بشخص تعرفه تقول مباشرة هاي. هاي. When you meet your friends، عندما تلتقي أصدقائك تقول هاي. هلا كثيرة الاستعمال في الرسائل، أو هي نقول رسمية قليلا. إذا هاي وهي التحية في اللغة الإنجليزية، أو نقول هلو معناهما كلاهما مرحبا. العبارة الثانية good morning. good morning، صباح الخير. good morning، بحيث أننا لا ننطق حرف R في اللغة الإنجليزية لأن بعده ماذا؟ consonant، حرف ساكن. نقول good morning. good morning، صباح الخير. العبارة الثالثة good day. good day، يوم سعيد. هنا لاحظنا أن good ليس في المعناها الحقيقي، عندما نرى القاموس سنجد good معناها جيد. good وهي كملاحظة جيد، ولكن في اللغة الإنجليزية في التحية كما استعملناها سابقا في good morning، good وهي الخير. قلنا صباح الخير، good هي الخير أو سعيد، ولكن morning وهو الصباح. هنا good day يوم سعيد، أو نقول يوم جيد. نذهب الآن إلى الجملة أو العبارة الرابعة. لدينا good evening. good evening، قلنا أن good معناها هو الخير، evening وهو مساء، وهي مساء الخير، وهي أيضا تحية عند المساء. good evening. لنعد معا good evening. good evening. الجملة الخامسة how are you. how are you، كيف حالك. عندما نلتقي بشخص ما نسأله عن أحواله في اللغة الإنجليزية نقول how are you. إذا كانت فتاة أيضا نقول how are you، أي كيف حالك. إذا كانت مجموعة، سواء كانت مجموعة من الرجال أو من النساء، نفس الموضوع، نقول how are you. how are you، كيف حالك، كيف حالك، كيف حالكم، كيف حالكن. الجملة السادسة six I'm fine. I'm fine. how are you. I'm fine، أنا بخير. I'm very well. I'm very well، أنا جيد جدا. عند الرد حول سؤال how are you، كيف حالك، إما أن أقول I'm fine، أنا بخير، أو أقول I'm very well، أنا جيد جدا. إجابة أخرى عن السؤال حول حالك، عندما يقول لك شخص ما how are you، you say so so. so so أي ليس سيئا. إما number 8 الجملة الثامنة what is your name. what is your name أي ما هو اسمك. عندما تكون مع شخص جديد لا تعرفه تقول what is your name، أي ما هو اسمك، للتعرف على هذا الشخص. ما هو اسمك. what is your name. لنعد معا what is your name، ما هو اسمك أو اسمك. number 9 sentence number 9 العبارة التاسعة my name is Ryan، وهي الإجابة عن سؤال عن الاسم. إذا عندما يسألك شخص ما يقول what is your name، تقول my name is Ryan. my name is Ryan، اسمي هو Ryan، وهي إجابة خاصة بالذكور أو بالإناث. number 10 العبارة العاشرة it's nice to meet you. it's nice to meet you، سعيد بلقائك أو سعيدة بلقائك. it's nice to meet you. it's nice to meet you. it's nice
to meet you، مع أنه nice كما قلنا أن الترجمة مختلفة عن المعاني في الجمل. nice معناها جميل، إذن هو جميل لقاؤك، ونقول قلنا في الترجمة في اللغة الإنجليزية سعيد بلقائك. It's nice to meet you. لنعد معا. It's nice to meet you. سعيد بلقائك أو بلقائك. Number 11. إذن الجملة أو الجمل الحادية عشر لدينا see you later. See you later. هذه العبارة أو عدم نطق التي وهو في اللغة الأمريكية نقول see you later. See you later. أراك لاحقا. في اللغة البريطانية نقول see you later. See you later. إذن ننطق هنا التي أراك أو أراك لاحقا، كلاهما صحيح بالنسبة للذكر أو للأنثى. وأيضا you قلنا أن في اللغة الإنجليزية أيضا تشمل الجمع، أراكن لاحقا أو أراكم لاحقا. See you later. See you soon. See you soon. أي أراك قريبا أو أراك قريبا أو أراكم قريبا أو أراكن قريبا. Number 12. الجملة الثانية عشر good night. Good night أي عمت مساء، أو للأنثى عمتي مساء أو عمتم مساء أو عمتن مساء. Number 13. الجملة الثالثة عشر thank you very much. Thank you very much أي شكرا جزيلا، أو أستطيع أن أقول thank you كتعبير عن امتنان لشيء بسيط، أقول thank you. إذا كان هناك امتنان كبير جدا نقول thank you very much. Thank you very much. شكرا جزيلا. Number 14. الجملة الرابعة عشر you're welcome. أنت على الرحب والسعة، أو أنت على الرحب والسعة، أو أنتم على الرحب والسعة، أو أنتن على الرحب والسعة، كلها ترجمة ل your welcome. بالنسبة ل your welcome هي في الأصل you are welcome، ولكن abbreviation كاختصار لها، ولأن اللغة الإنجليزية تعتمد كثيرا على الاختصار نقول your welcome. Number 15. المجموعة 15. مجموعة الاعتذار excuse me معناها اعذرني. عندما تخطئ مع شخص ما تقول له excuse me أي اعذرني، أو أقول I apologize. I apologize. أنا أعتذر. أو الجملة المشهورة I'm sorry. I'm sorry أي أنا آسف أو أنا آسفة. Number 16. الجملة السادسة عشر I don't understand. I don't understand. أنا لا أفهم. عندما لا تفهم درس ما أو شيء ما تقول I don't understand أي أنا لا أفهم هذا الأمر. Number 17. الجملة السابعة عشر Do you speak English? It's a question وهو عبارة عن سؤال. Do you speak English? هل تتكلم الإنجليزية؟ ليس فقط عندما نتحدث عن الإنجليزية، يمكنك مثال Do you speak Japanese? Do you speak Japanese? هل تتكلم اللغة اليابانية؟ تسأل بهذه الطريقة أيضا، هل تتكلم باليابانية؟ Do you speak Arabic؟ Number 18. الجملة الثامنة عشر Speak more slowly please. Speak more slowly please. تحدث ببطء أكثر لطفا رجاء. إذا عندما تتحدث مع شخص يكثر في الكلام وبصوت صاخب تقول له Speak more slowly please. تحدث ببطء أكثر لطفا رجاء. Repeat please. Repeat please. أعد رجاء. مثال أنت كنت مع شخص ما ولم تكن معه وهو يتكلم، تقول له بلطف repeat please أعد ما قلته رجاء. أعد رجاء. آخر عبارة number 20. goodbye. goodbye وداعا. عندما أودع كنت مع شخص ما وأردت الذهاب أقول goodbye وداعا أو إلى اللقاء. إذن أعزائي هذا هو كانت 20 جملة أو 20 مجموعة من العبارات المفيدة التي تفيدنا في التكلم في اللغة الإنجليزية والتعامل بها. إن شاء الله يكون الفيديو مفيد لكم.
لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمي باللايك ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء. باي باي.